لا للعنف، جمعية بتحارب العنف على أنواعه، خاصة العنف ضد الأطفال والنساء. من هالمنطلق الجمعية ألقت الضوء على حادثة حصلت مؤخرا وحولتها للقضاء المختص. أول شيء في كتير كان استهتار من المستشفى بهالحادثة تبعية الطفلة. نزلت أنه هي مريضة فعلقوا لها مصل وهالأشياء، وإذ هن وبدهم يشيروا لها المصل بصير بيحدث فيه غلط من بعض الممرضات بأنه بتعلق إصبعها بطريقة الغلط وبتكبه، وما بتقول يعني ما بتحكي حد أي حدا. فبتقوم هون الأم بتحس أنه طولت بنتها وصار فيه بكاء كتير، وبتفوت هالأم بتلاقي أنه إصبع بنتها كله دم، فبتطلع ما بتلاقي فيه إصبع. هالأشياء اللي عم بتصير ببعض المستشفيات انه نحن وين صرنا؟ يعني شو ذنب هيدي الطفلة انه اذا بده ينشال مصل من ايدها يروح اصبعها؟ المفروض المستشفيات يكون عندها داخلة بالايزو ويكون عندها الإمكانيات المطلوبة كمستشفى لتلبي طلبات العالم من حيث النظافة، الجودة، نوعية المكانات اللي بتستعملها، نوعية الأطباء. هيدي الندوة نحن عم ننزل فيها على بعض مدارس بيروت، عم نوعي الأطفال من عمر 6 سنين ل 12 سنة، بلس توعية الأهل بالنسبة كيف بدهم يتصرفوا مع أولادهم، كيف بدهم ينبهوهم.